متعة التعبير وصدق المعنى وفصاحة المضمون. اللغة العربية هذه اللغة الثرية بالكلمات وبالمفردات وبمواطن الجمال وبأبعاد خاصة بالتعبير. قواعد النحو اللغوية اللي لما حضرتك توجدها تستطيع أن تسيغ وتصيغ الكثير من الجماليات في قراءة حتى ما حولك. اللغة العربية لما تبحر في علوم اللغة وتذهب إلى الأشعار وتذهب إلى ما كتب من نثر عظيم وتذهب إلى ما كتب من كتب قديمة أوصلت لنا الحضارة الإسلامية، أوصلت لنا الحضارة العربية، أوصلت لنا الثقافة الإنسانية منذ وجدت اللغة العربية ومنذ كتبت اللغة العربية. الوقفة هذه المرة مع اللغة العربية، وإحنا بنقول لابد أن يتقن الأبناء اللغة العربية، لابد أن يدرك الأجيال القادمة أو تدرك الأجيال القادمة ما هي اللغة العربية، كيف وصلت إلينا اللغة العربية، ولابد أن يجيد اللغة العربية الجميع ما دام هذا الموطن هو موطنه، لأن اللغة العربية هي لغة البقاء، لغة الحفاظ على الهوية. هويتنا عربية، هويتنا مصرية. الجميع يبحث في التاريخ، فإذا أبحرت في التاريخ وأنت لا تجيد أي لغة أخرى ستجيد اللغة العربية فتبحر وتجد الكثير والكثير من المعارف والعلوم. لذلك هذه الوقفة مع حضراتكم في اللغة العربية، كيف بدأت وكيف وصلت إلينا، ولغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم جاء بالعربية وبهذا النطق العربي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فصيحا بليغا في اللغة العربية. كل هذه، هل كانت لغة قريش هي اللغة الأقوى؟ وكيف كانت لغة قريش؟ هل كان القرشيون يلتقون باللغات الأخرى لأن قريش كانت قبلة العرب في هذا الوقت، فكانوا يجمعون ما يريدون ويتركون ما لا يرغبون؟ هل كان الشعر هو ما حافظ على اللغة حتى نزل الوحي والقرآن الكريم؟ تفاصيل كثيرة هنكون مع حضراتكم فيها في هذه الوقفة عن جماليات وأصول ومتعة اللغة العربية مع ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور احمد علي ربيع، استاذ اصول اللغه ووكيل كليه اللغه العربيه السابق بجامعه الازهر. دكتور احمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورنا النهارده ومع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب ان شاء الله. بالصحة والسلامه انت وجميع المستمعين. ربنا يخليك. خلينا نبدا من واحنا بنقول كلمه اللغه العربيه، بنقول العربيه نسبه الى العرب فإلى يعرب، أم أن هناك خط آخر؟ ومن هو يعرب؟ هل هو يعرب يعني التفاصيل اللي ذهبت إلى نسل نبي الله هود، أم نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، أم هناك قصة أخرى متعلقة بالموضوع؟ خلينا ناخد البداية من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن اللغة العربية قال عنها بعض العلماء إنها تنسب إلى يعرب ابن قحطان، وهو أصل العرب الجنوبيين الذين كانوا يسكنون اليمن. واللغة العربية حينما نبحث في المدارس الحديثة التي تكلمت عن أصول اللغات نرى أنها تنتمي إلى الأصل السامي، أي أنها تنتمي إلى الفصيلة السامية التي تنسب إلى سام ابن نوح عليه السلام. عليه السلام، وأن هذه الفصيلة تجمع مجموعة من اللغات، منها اللغة العربية الجنوبية والتي كان مسكنها اليمن، اللغة العربية الشمالية والتي كان مسكنها الجزيرة العربية، ثم اللغة الأكادية وكانت موجودة في بلاد العراق، ثم اللغة الآرامية وكان مسكنها في بلاد العراق مع بلاد الشام، واللغة الكنعانية واللغة العبرية، كل هذه اللغات، واللغة الحبشية، كل هذه اللغات تنتمي إلى الفصيلة الفصيلة السامية. والحقيقة أنهم قالوا أنها كانت لهجات للغة السامية التي كان ينطق بها سام بن نوح، ثم لما تفرعت في البلاد وتفرقت في البلاد فأصبحت كل لغة مستقلة بنفسها، وأصبح لها معالمها ولها قوانينها اللغوية. اللغة العربية قالوا إنها أقرب اللغات إلى اللغة السامية. أقرب اللغات إلى الأصل. في تحوير الأحرف والكلمات. من ناحية الأصوات، من ناحية الكلمات، من ناحية التصريفات، من ناحية المحافظة على الإعراب، كل هذه الأشياء تدل على أن اللغة العربية هي أقرب اللغات إلى اللغة السامية الأم. معظم اللغات، أو إن لم يكن كلها إلا العبرية، معظم اللغات قد اندثر ومات
ولم يبقى من الأصول السامية إلا اللغة العربية بكمالها واللغة العبرية بمدخلاتها التي شوهت كثيرا وليست هي اللغة العبرية القديمة التي كانت أختا للعربية، بل هي لغة يعني أخذت من مجموعة من البلاد حينما تفرق اليهود في البلاد الأوروبية وكذا، ثم جاءوا بعد ذلك وجمعوا العبرية مرة ثانية، ولذلك يسمونها بالعبرية الحديثة. لكن اللغة التي ما زالت تحافظ على خصائص السامية محافظة كاملة هي اللغة الإيه؟ العربية. اللغة العربية. اللغة العربية دكتور، يعني حضرتك أخذتنا في رحلة أصلت للموضوع بشكل طيب. اللغة العربية حضرتك قلت بكمالها. نعم. لما نقول بكمالها، هي حفظت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أم أننا قد نرجع بالأمر لما قبل ذلك، وبعضهم يقول أنه لا يوجد نص مكتوب وموثق سابق على القرآن الكريم؟ طبعا هذا كلام ليس صحيحا، لأننا إذا قرأنا في طبقات فحول الشعراء لابن سلام مثلا، وجدنا أن أول من قصد القصائد يعني كتب القصائد كاملة هو امرؤ القيس، وهو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب140 سنة، وكانت قصائده كاملة. ثم جاء الشعراء الجاهليون بعد ذلك وقد كتبوا قصائد كاملة باللغة العربية الفصحى وتحمل الخصائص العامة للغة العربية. طب ليه ما بيقولوش، أو ليه لا يوجد أو يحسم الأمر في نصوص مكتوبة موجودة باللغة التي وصلت إلينا؟ لا تنسي أختي الكريمة أن الكتابة كانت عزيزة بالنسبة للعرب، وكان معظمهم أميا، فالكتابة لم تكن موجودة، وكان الشعر يعني يلقى في مواسم ارتجالي وبفصاحة، وكان يتناقله الرواة من جيل إلى جيل حتى وصل إلى الجيل الذي الذي بدأ فيه التدوين، أي بعد نزول القرآن وبعد مجيء الإسلام، لكنه كان موجودا. وابن سلام حينما تكلم حتى قبل امرئ القيس قال كان هناك البيت والبيتان والثلاثة أبيات كانت موجودة، يعني الأشعار كانت موجودة قبل امرئ القيس، لكنها كانت يعني عبارة عن بيتين أو ثلاثة وليست قصيدة كاملة، وكان الشعر فيها مكتمل الأركان أيضا، أي أن طفولة اللغة العربية لم تكن في هذا الوقت، ولا قبل الإسلام ب140 سنة، ولا قبل الإسلام ب200 سنة، بل إننا قلنا الآن إذا نظرنا نظرة تاريخية وجدنا أن اللغة العربية قد ورثت اللغة السامية الأم، وبالتالي فهي تضرب في التاريخ بسهم وافر. طيب الشكل الحالي للغة يبدأ من التوثيق أبي الأسود وقدوما إلى هذه المرحلة ووصولا إلى سيبويه، وما وضع من قواعد وشكل وإطار يعني نذهب فيه حتى الآن ونلجأ إليه حتى الآن، أم أن هناك مرجع آخر أقدم من ذلك؟ لا والله، هو طبعا حينما نريد أن نؤرخ للتدوين سنجد أن أبا الأسود الدؤلي لم يدون اللغة، اللغة أو القرآن دون أولا، ثم بعد ذلك أرادوا أن يضعوا تمييز للكلمات بحركات إعرابية، فجاء أبو الأسود الدؤلي ليميز بعض الكلمات ببعض الحركات الإعرابية أو أواخر الكلمات، فجاء بكاتب وقال له إذا رأيتني أفتح فمي بالحرف فضع نقطة فوق الحرف، إذا رأيتني أكسر فمي بالحرف فضع نقطة تحت الحرف، إذا رأيتني أضم فمي بالحرف فضع نقطة بين يدي الحرف. فكانت هذه النقاط هي أول رموز إعرابية للقرآن الكريم. ثم جاء بعد ذلك النقط، لأن الكلمات كانت غير منقوطة، الحروف كانت غير معجمة، يعني الفرق بين الحاء والخاء والجيم النقطة. لم يكن هناك أي فرق، السياق هو الذي كان يفرق بين بين صوت وصوت آخر، لكن جاء نصر بن عاصم فوضع نقاط الإعجام بلون غير اللون الذي وضع به أبو الأسود الدؤلي حركات الإعراب. ثم جاء بعد ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي ربط بين الحركات الإعرابية يعني بين الأصوات وبين الحروف الواو والألف
والياء، فجعل الضمة واوا صغيرة، وجعل الكسرة ياء صغيرة، وجعل الفتحة ألفا صغيرة. هذا تدوين لتمييز الحروف وتمييز الكلمات بالحركات الإعرابية. ولكن ليس هو بداية التدوين. لا، التدوين بدأ بكتابة القرآن الكريم. وهناك يعني كان من كتاب الوحي سيدنا معاوية بن أبي سفيان ومجموعة كبيرة من كتاب الوحي، ثم جاء بعد ذلك كتبة القرآن الكريم الذين جمعوا القرآن الكريم فدونوا هذا القرآن وكتبوه. لكن التدوين بدأ، تدوين الحركات الإعرابية ثم تدوين النقاط الإعجمية، بدأ ببداية اللغويين كنصر بن عاصم وعبد الله بن إسحاق وعيسى بن عمر، ثم جاء بعدهما الخليل بن أحمد الفارابي. طيب، سؤال يعني يطرح، إذا كان نطق الأحرف، نطق الكلمات محفوظ، ولكن ماذا حفظ لنا الفتحة هذه الأصوات التي تصاحب الكلمات في النطق؟ قواعد اللغة حتى يعني وثقت وكتبت، كيف حفظت؟ لا تنسي أختي الكريمة أن اللغة العربية كانت لغة منطوقة، وبالتالي فالعرب كانوا ينطقون بالسليقة دون أن يعرفوا ضمة أو فتحة أو كسرة، ودون أن يعرفوا أن هذا فاعل أو مفعول أو كذا. كانوا ينطقون بسليقتهم، ولذلك حتى حينما دخل اللحن على اللغة العربية بعد عصر الصحابة أو التابعين، دخل اللحن على اللغة العربية، فزع العلماء إلى البادية ليجمعوا اللغة، يجمعوها بصورها الحقيقية، المرفوع مرفوع والمضموم مضموم، ولم يؤصلوا لقواعد اللغة العربية إلا من خلال النطق القائم بين القبائل العربية. طيب، اللغة العربية هي بشكلها الحالي وإعجاز القرآن الكريم اللغوي خاصة بقريش، يقال أنها لغة قريش ولم تكن لغة كل العرب في هذا الوقت، وأن قريش اصطفت ما نسبها من الألفاظ والمصطلحات والمفردات وانتقته فارتقت باللغة العربية فأصبحت اللغة العالية وتخلت عن اللغات الأخرى. هذا كلام قال به ابن فارس في الصحيح في فقه اللغة، وقال به بعض العلماء الذين تبعوا ابن فارس في فقه اللغة، لكن لابد وأن نتأكد أولا بأن البيئة العربية بجميع مستوياتها إلا ما اختلط ببعض اللغات الأخرى كالفارسية أو اليونانية أو غير أو الرومية أو غيرها، كل القبائل التي كانت تسكن البيئة العربية أو الجزيرة العربية كانوا ينطقون نطقا فصيحا بليغا، وكانوا يجمعون الكلمات، بدليل أن القراءات القرآنية لم تأتي بلهجة قريش وحدها، بل جاءت لتتناسب مع لهجات كثيرة لتيسر النطق على أهل هذه اللغات حتى لا يعني يتكلفوا النطق بلغة غيرهم. لكن ما قلته جانب كبير من الصحة، وهو أن قريش حينما كان يأتيها الحجيج من كل مكان، عباد الأصنام الذين كانوا ينصبون الأصنام في حول الكعبة، فكانوا يأتونها من كل مكان ليذهبوا إلى عبادة هذه الأصنام، كانوا يجلسون مع القرشيين فيستمع إليهم القرشيون ويستعذبون بعض الألفاظ منهم وبعض المعاني فيأخذونها، فكانت لغة قريش هي اللغة التي صارت في القمة. لكن ليس معنى ذلك أن اللغات الأخرى لم تكن كذلك، بل إن القرآن في بعض قراءته نزل بلهجة تميم وبلهجة أسد وبلهجة طي وبلهجة هذيل، بعض القراءات القرآنية جاءت لتوافق هذه اللهجات جميعا. يعني البيئة العربية كانت تنطق نطقا فصيحا قبل الاختلاط بالغير وقبل أن يدب اللحن على الألسنة. لما نتحدث عن اللغة العربية في القواعد وفي المفردات وفي الشكل، من وقت الوحي وحتى الآن، حفظ القرآن الكريم بحفظ الله سبحانه وتعالى، وحفظت معه اللغة العربية. هل هذا هو ما يميز اللغة العربية
عن باقي لهجات الدنيا والعالم بأنها اللغة التي تحتفظ لهذه المدة الطويلة 1400 عام بهذا الشكل، بحفظ قرآني، بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب الكريم العظيم؟ وهل ننتظر أن تظل اللغة العربية ثرية بهذا الشكل من خلال دراسات وغيره، أم أننا سنظل الملجأ الوحيد من قراءة حضرتك بقى للمشهد هو القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله وحافظ للغة، ويتشتت البقية كما تشتتت باقي اللغات؟ أول شيء أنا أحييك على أنك ربطت بين القرآن الكريم وبين اللغة العربية، لأن الله عز وجل حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر وعاؤه اللغة العربية، فما زال الذكر موجودا ستظل العربية موجودة بوجود الذكر. الأمر الثاني أنك لو نظرت إلى جميع اللغات، لغات العالم على مستوى العالم كله، إذا نظرت إليها وجدت أن اللغات كلها قد ماتت، حتى الإنجليزية. الإنجليزية لو نظرت إلى 300 سنة إلى لغة شكسبير وجدتها أنها أصبحت لغة متحفية، يعني لغة لا ينطق بها الإنجليزي الآن، بيدخل عليها الحداثة كثير كثير من التطور الكثير جدا الذي يدخل على هذه اللغة. واللغة العربية تتطور لكنها يحافظ عليها من خلال القرآن ومن خلال السنة النبوية، وبالتالي ستظل اللغة العربية محفوظة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة، وما زال الشعراء يطوفون حولها ويقتبسون منها، والأدباء يأخذون من قصصها، من قصص القرآن الكريم إلى غير ذلك، وبالتالي ستظل اللغة العربية إلى قيام الساعة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونعم بالله. طيب المفردات القديمة في لو قلنا نذهب بعيدا، الشعر الجاهلي وما تلاه وصولا إلى هذا الوقت، الشعر من أوعية اللغة العربية إنجاز التعبير، ولكن هذا الوعاء تغير كثيرا حين تقرأ لأشعار أو معلقات مثلا عمرو بن كلثوم وغيره، وتصل إلى هذا الوقت إلى هذا الشعر وهذه الكتابات، تجد اختلافات كبيرة في المفردات، في المعاني، حتى أن بعض المعاني تحتاج إلى البحث في المعجم حتى نصل إلى معناها الدقيق والحقيقي. ومع ذلك القرآن الكريم موجود ومحفوظ، هذه الفجوة التي حدثت لماذا حدثت؟ أولا لابد أن نؤمن بأن حركة الألفاظ كحركة الأمواج، حركة الأمواج غير ثابتة، ترتفع أحيانا وتهبط أحيانا أخرى، وتتتابع هذه الأمواج، فكذلك حركة الألفاظ. ليست الألفاظ الموجودة مثلا على ألسنة الناس هي معظمها الألفاظ الموجودة في العصر الجاهلي، فمثلا إذا أخذت بعض الألفاظ الموجودة في القصائد التي تتكلمين عنها تجدين أن بعض الألفاظ لا تفهمينها خلاص، بس هذه الألفاظ كانت فصيحة في عصرهم وكانت مؤدية لمعناها في عصرهم، وحفظها المعجم حتى الآن مع الألفاظ الأخرى التي نستخدمها الآن. يعني حتى الألفاظ التي نستخدمها الآن هي ألفاظ كانت مستخدمة في العصر الجاهلي أيضا، لكنها ليست في القصائد التي انتقاها الشعراء في هذا العصر. كثير من هذه الألفاظ كان موجودا ونتعامل به، ولذلك ما زلنا نتفاهم ببعض بهذه الألفاظ التي كانت موجودة في اللغة العربية. حينما تبحثين في المعجم عن كلمة تتكلمين بها تجدين أنها في المعجم وتجدين معناها في المعجم، يبقى إذن هذه الكلمات كانت منتشرة وكانت موجودة في البيئة البدوية وكانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القدامى كانوا يستخدمون ألفاظا بعينها، وأنت تعرفين أن اللفظ الواحد ممكن أن يدل على مجموعة من المعاني، وأن الألفاظ المتعددة قد تدل على معنى واحد. وإذا كانت الألفاظ موجودة منذ زمن
فكل زمن يختار من الألفاظ ما يتناسب مع بيئته. ولكن هذه المصطلحات والمفردات والألفاظ لن يعني تنتهي ولن تزول. لا، هي موجودة، هي موجودة، بدليل أن مثلا هذه يعني مثلا المعجم، معجم العين للخليل بن أحمد الفريدي، ألف سنة 170 هجري، أو الرجل توفي سنة 170، يعني ما قبل ذلك ألف المعجم، وجاء بعده معجم ابن دريد، ثم معجم الصحاح الجوهري، ثم المعاجم الأخرى. تجدين أن معظم الكلمات إذا حارت عليك كلمة أو دارت عليك كلمة تذهبين إلى المعجم فتجدين أن هذه الكلمة موجودة ومعناها موجود. ربما تتطور بعض المعاني وتزيد بعض معاني ويرصدها المعجم اللاحق بعد أن تركها المعجم السابق. إذن المعاجم تحفظ اللغة أيضا بتطورها. طبعا هي تحفظ اللغة بمعانيها المتعددة. وكل زمن من الأزمان يجمع مجموعة كبيرة من الألفاظ لم تذكر في المعجم الذي قبله، مستحدث. يعني حضرتك لو نظرت إلى معجم العين الخليل بن أحمد الفريدي، جمع مثلا ما يقرب من حوالي 30,000 مادة لغوية. معجم الصحاح الجوهري 40,000 مادة لغوية. معجم لسان العرب لابن منظور في القرن الثامن 80,000 مادة لغوية. معجم تاج العروس للزبيدي 120,000 مادة لغوية. يبقى إذن المواد اللغوية تزيد، وكل مادة تحتها عشرات الألفاظ. نستطيع أن نقول أن الشكل الحالي للإعراب في اللغة العربية سيظل كما هو، لن يندرج تحت بند ما حدث من ألفاظ جديدة ومصطلحات جديدة أضيفت في المعاجم المتلاحقة. الإعراب قضية، وقضية مهمة جدا، لو نظرت إليها في جميع اللغات لوجدت أن الإعراب يكاد يتلاشى في جميع اللغات. يعني اللغة الإنجليزية فيها جرامر، اللغة الألمانية فيها جرامر، اللغة الفرنسية فيها جرامر، لكن لو قارنت بين القواعد الموجودة في اللغة العربية وفي هذه اللغات وجدت أن النسبة ضئيلة جدا في هذه اللغات، وأن النسبة كبيرة جدا، وأن القواعد مكتملة تمام الاكتمال في اللغة العربية. ولذلك بعض يصعب على بعض الناس فهم القواعد أو تطبيق هذه القواعد لأنها كثيرة جدا ومهمة جدا. فالنحو مكتمل في اللغة العربية، مكتمل ومحفوظ، مش محفوظ، يفهم. هو موجود، محفوظ بمعنى انه لن يطرأ عليه التغيرات التي طرأت على المفردات. لا 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 لا، النحو يعني يعني العلماء يقولون ان التطور يكون اكثر ما يكون في الاصوات. يعني ممكن ان تتطور الاصوات، يبدل صوت من صوت، او يمال صوت، او يدغم صوت في صوت، الى غير ذلك. قد تكسر بعد ذلك او تقل عن الاصوات في البنيه الصرفيه. ونبه العلماء على أن التطور لا يكون في القواعد النحوية ولا في الدلالة. لأنه لو كسر في القواعد النحوية أو في الدلالة لتحولت اللهجة إلى لغة أخرى، والمعنى تغير. والمعنى تغير. ده يعني إذا كان أحد الأعرابي جاء إلى مسجد المدينة فوجد أن واحدا من الناس يقرأ في عهد عمر بن الخطاب، يقرأ وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني عطف الرسول على المشركين. ففهم منها، تغير المعنى. تغير المعنى تماما. فقال أو برئ الله من رسوله فإني أبرأ من رسول الله كما برئ الله منه. أعرابي على الفطرة. فحين ذلك جاء به عمر وقال له بل إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال أو برئ الله ورسوله من المشركين فإني أبرأ منهم كما برئ الله ورسوله منه. فهنا يعني التشكيل غير، يعني الحركة تؤدي إلى تغير في المعنى بلا شك. نعم. ختاما يا دكتور، يعني إن شاء الله يكون لنا لقاء مع حضرتك مرة أخرى نستفيد من علمك. الأجيال الحالية، لو الأسر اللي بتتفرج علينا والناس بتتفرج علينا، أصبحنا نميل إلى الإنجليزية والفرنسية واللغات الأخرى، ونفخر ونتباهى بأننا لا نجيد اللغة العربية، ولكن التعليم الأجنبي والمدارس الدولية وغيره. ففقد هذا الجيل، إنجاز التعبير، فقد الكثير من أبناء هذا الجيل
اللغة العربية بثرائها بتعلمها بالرغبة في إدراكها بجمالياتها. لو حضرتك بتخاطب الأسر عن جمال اللغة العربية وضرورة تعلمها تقول لهم إيه؟ والله دي عايزة لقاءات لنتكلم فقط عن بعض جماليات اللغة العربية التي وضعها الله عز وجل في اللغة العربية والتي لا توجد في أي لغة من اللغات. لكن هذا إحساس بالدونية للأسف الشديد. إحساس بالدونية أنك لا تبحثين عن اللغة العربية التي تتكلمين بها. أنت لو وجدت في أي مجتمع وتكلمت ببعض الكلمات الإنجليزية، يا سلام، هذه إنسانة متمدنة راقية كذا كذا. لكن تتحدثين باللغة العربية قد يسخر منك البعض رجعية. وأنت تتحدثين باللغة العربية. ولذلك أنا أقول: يا سيبويه إليك كل تأسف من حال قوم أخلفوا فتخلفوا، حسبوا التقدم والرقي بلكنة قد أكثروا منها الحديث وأسرفوا، فالإنجليزي الكريم شعارهم يتحاورون به ودمعي ينزف. اللغة العربية فقيدة هذا الدمع. أفضل ختام طبعا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك من علم وفضل ونورتنا. شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور أحمد علي ربيع، أستاذ أصول اللغة، وكيل كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر. إن شاء الله نلتقي مع حضرتك على خير، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت بكامل الصحة وتمام العافية، كل عام وأنتم بخير. أشكرك يا فندم. ومع حضراتكم من هذه الرحلة في اللغة العربية وفي جمالها، لن تتوقف هذه الرحلة بإذن الله، لنا وقفات كثيرة مع اللغة العربية. سنظل على هذا الإصرار وهذا الإلحاح على ضرورة تعلم وتفهم والاستمتاع باللغة العربية، لتقرأ كل ما حولك من جماليات. لابد أن تجيد اللغة العربية فتبدأ الاستمتاع بما حولك عبر نافذة اللغة العربية. مع حضراتكم نروح معاكم في التاريخ وعروة ابن الورد. من هو عروة ابن الورد؟ كان ثريا ولكنه كان صعلوكا. خلينا نشوف معاكم ونكمل معاكم في المساء مع قصوى.